مرحبا بكم في قناة سارة ومريم. اليوم غنقدموا لكم واحد الشهيوه اللي هي زوينه، البغرير بالجبن. كنضيف واحد المعلومه ان البغرير غادي يكون صغير وفارسي بالجبن ان شاء الله. دونك غادي نحتاجو جوج بابن ديال الدقيق الفينو اولا سوبر، وغنحتاجو شويه ديال الملحه، وغنحتاجو جوج خمارات حوم، وغنحتاجو الخميره ديال العجينه والشما باش نخلطو بيان سور. غنضيفو شويه الملحه، غنزيدو عليه شويه ديال الخميره العجينه، غنزيدو عليهم جوج خمارات حمر، كنخلطو وكنضيفو الماء. كنخلطو جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها. خلاص راه الاغلبيه فيكم كيعرف الطريقه ديال البغرير، تقريبا الاغلبيه ديال الماوات اولا البنيتات كيعرفوا هذه الطريقه، يعني ماشي شي حاجه اللي جديده. وكنبقاو نخلطو مزيان، نخلطو كنزيدو الماء، حيت كما كتعرفوا الخليط ديال البغرير اولا خرينغو، كاينين شي مناطق كيقولوا ليه خرينغو، كيكون شويه جاري بحال كيكون العجينه شويه بحال العجينه ديال الكيك. ملي كنساليو التخلاط كنديروه في الميكسر، كنطحنوه وابخي صافي كنخليوه يرتاح شويه، كنديرو في المقلاة كنديرو على شكل دويورات صغيورين، وانتوما معنا حتى تشوفوا الباقيه. بعد ما طحنا الخليط ديالنا في الميكسور جا على هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا كيجي سائل. درنا دويوره صغيوره ديال البغرير ديالنا بحال هذا الشكل، هذا ها هي دابا راه كطيب. كنحيدوها دابا حيت طابت لينا هي، وغادي نجيو باش نفارسيو البغرير ديالنا على هاد الشكل. كنعمروه بجبلي ولا اي جبن عندكم ماشي مشكل، وكنطويوه على جوج بهاد الطريقه هادي. كنمركو على الجنيبات باش يلصقوا لينا وتجي على هذا الشكل. هذا ها هو البنات البغرير ديالنا الشكل النهائي ديالو، من مورا ما درنا ليه فرسيناه بالجبلي، زدنا عليه شويه ديال العسل، ودابا غادي نزيدو عليه شويه ديال اللوز افيلي باش غير التزيين. نتمنى البنات هاد الطريقه تعجبكم، بغرير بطريقه عصريه شهيه طيبه، والى اللقاء في وصفات جديده ان شاء الله. شكرا.